مساء الخير عليكم، اهلا وسهلا بيكم في تاني حلقات برنامجكم انتي اجمل. يا رب تكونوا استفدتوا من الحلقه اللي فاتت ومن كلامي معاكم، ويا رب تكونوا حاولتوا تجربوا كل الحاجات اللي انا قلت لكم عليها. طبعا عرفنا الحلقه اللي فاتت ان طبعا الجمال مش جمال الشكل بس، ولا جمال الوش الصافي، ولا العيون الخضراء، ولا الشعر الاصفر زي ما قلنا قبل كده. لا، الجمال طبعا جمال روحنا الجميله، جمال اننا نعيش بعمرنا مش بسننا زي ما قلنا. يعني يا رب نكون اشتغلنا على نفسنا كده، وحاولنا نطور صفاتنا، حاولنا نعدل من الحاجات اللي كانت فينا مش متظبطه وحاولنا نظبطها، حاولنا نشتغل على نفسنا اكتر، حاولنا ان احنا نصلح من نفسنا، حاولنا نقرب من اللي حوالينا، حاولنا نعمل الصح بقدر الامكان. يعني حاولنا ان احنا نظبط حالنا زي ما بنقول كده. يا رب بس يكون كلامي جيب فايدة عليكم. بس المرة اللي فاتت اهم حاجة، النهاردة بقى هنتكلم عن حاجة مهمة جدا برضو، لها علاقة برضو بالجمال وبالشكل وكل حاجة، بس ديت يعني صفة او حالة موجودة حوالينا احنا طبعا بنحبها كلنا جدا، وبنحب ان هي تحصل لنا اكتر ما بنحب ان احنا نعامل الناس بيها، وهي الاهتمام. الاهتمام ده يعني حاجة من أجمل الحاجات اللي ربنا خلقها، أو اللي ربنا حطها فينا، أو من أجمل الحالات عموما. الاهتمام ده حاجة جميلة جدا، بس احنا نستغلها صح، ونحاول ان احنا نشتغل عليها كويس. طبعا كلنا ما فيش واحدة فينا ما بتحبش ان في حد يبقى مهتم بيها، سواء متجوزة ما بتحبش، لازم جوزي يهتم بيا، مخطوبة لازم خطيبي يهتم بيا، بنوتة لازم اهلي وصحابي واللي حواليا يهتموا بيا. لا، مش هينفع ان انت تقرري ان في حد يهتم بيكي قد انت ما المفروض ان انت تهتمي بنفسك الاول. فالاهتمام ده هي حاجة كويسة جدا، بس لازم ان انت تبدأي بيها بنفسك انت. يعني لازم انت تهتمي بنفسك الاول علشان اللي حواليك يهتموا بيكي. لازم تحطي لنفسك خطة كده تمشي عليها، ان انا لا، انا لازم اهتم بنفسي علشان احس باهتمام الناس حواليا. عموما لو انا ما اهتمتش، لو انا ما اديتش لنفسي نصيب من وقتي، او مثلا نصيب من يومي العادي يعني، فانا مش هلاقي مقابل. لو حبيتي نفسك هتلاقي كل اللي حواليكي بيحبوكي. لو اهتميتي بنفسك وحطيتي نفسك على قائمة اهتماماتك نمبر وان، يعني هتلاقي برضو كل اللي حواليكي حاطينك نمبر وان عندهم. فالاهتمام ده لازم يبدأ من نفسك انت، لازم انت اول واحدة تهتمي بنفسك. اهتمي بنفسك زي ما بتحبي الناس تهتم بيكي، اهتمي بنفسك زي ما بتحبي ان جوزك يهتم بيكي، اهتمي بنفسك زي ما بتحبي ان خطيبك يهتم بيكي. اهتمي بنفسك لان نفسك اهم حاجه. انت نمبر وان، ما تخليش نفسك غير كده، انا الاول وبعد كده كل حاجه تيجي ورايا. في طرق كتير قوي للاهتمام بالنفس، ويعني هتحسسك ان انت فعلا قدرتي تعملي حاجه. زي ايه مثلا؟ اولا ان احنا يعني زي ما قلنا قبل كده هنبعد عن اي حاجه بتضرنا او بتاذينا نفسيا. طبعا لما نبعد عن اي حاجه بتاذينا نفسيا هنحس ان احنا داخليا كده مرتاحين، هنحس ان احنا في يعني صفاء داخلي زي ما بيقولوا كده. لو اهتميتي بنفسك هتعرفي ازاي تهتمي بزوجك، هتعرفي ازاي تهتمي باولادك، هتعرفي ازاي تهتمي ببيتك، هتعرفي ازاي تهتمي باهلك، هتعرفي ازاي تهتمي طالما انت اهتميتي اصلا بنفسك. تمام. حبي نفسك هتلاقي كل الناس بتحبك، حبي نفسك هتلاقي المقابل، حبي نفسك هتلاقي نفسك راضيه عن نفسك. طول ما انت راضيه عن نفسك، وطول ما انت من جواكي حاسه ان انت راضيه عن نفسك، هتلاقي كل اللي حواليكي بيقدرك وبيحبك وبيهتم بيكي، وهتلاقي نفسك اتغيرتي للاحسن كتير. ممكن نقول مثلا كام طريقه كده للاهتمام بالنفس موجزه كده. انا ليه مثلا يعني ما اعملش لنفسي كل يوم لايف ستايل زي ما بيقولوا كده، اسلوب حياه مختلف ابدا بيه من دلوقتي. ممكن اصحى الصبح انا خلاص صحيت تمام وزي الفل، خلاص اهو وقايمه، دخلت اتوضيت وصليت وخلاص، اعمل ايه بقى؟
هعمل لنفسي كل يوم نص ساعة رياضة. مش هقولك انزلي اجري في الشارع، انت ممكن تكوني قاعدة في حتة شعبية ومش هينفع ان انت تجري، ممكن يكون انت عندك شغل الصبح بدري ومش هينفع ان انت تنزلي تجري وبعد كده ترجعي البيت تاني وبعد كده ترجعي شغلك. مش هنعقد الامور. دلوقتي طبعا كلنا معانا موبايلات، هتنزلي ابلكيشن رياضة على التليفون، هتصحي قبل ميعاد شغلك مثلا بساعة، هتخصصي لنفسك نص ساعة الصبح هتلعبي فيها رياضة. حاجات بسيطة جدا، حاجات عادية جدا، مش هترهقي نفسك، مش هتتعبي نفسك، مش هتحسي ان انتي عملتي مجهود يعني اللي هو مثلا واو، اللي هو زيادة عن اللزوم. لا رحتي جيم ولا طلعتي من بيتك ولا جريتي مثلا حوالين بيتك او بعدتي بعيد عن بيتك او ارهقتي او كده، لا انتي في بيتك عملتي الرياضة، دخلتي خدتي شاور رحتي شغلك، او ما عندكيش شغل وربة بيت دخلتي خدتي شاور وكملتي بقى يومك، هتلاقي يومك بدأ بقى يعني مختلف، مختلف تماما. هتحسي من جواكي ان انتي خلاص بقى عندك باور، بقى عندك طاقة ايجابية، بقى عندك يعني بالبلدي كده بقى عندك نفس ان انتي تكملي يومك. هتحسي ان انتي خلاص انا عملت بقى حاجه لنفسي كده وخلاص، يعني بدات بنفسي، يبقى اكيد يعني بدل ما انا راضيه عن نفسي اكيد هرضى عن اي حاجه بتتعمل بعد كده. مش حاجه صعبه خالص، حاجه عاديه جدا. على فكره اللي انا بقوله لكم دوت حاجه عن تجربه، يعني انا لازم لما بكلم حد او بقول له حاجه لازم اكون مجرباها. فالحاجات دي والله العظيم صدقوني هتفرق معاكم كتير جدا، هتحسوا ان هي فرقت حتى في اسلوب حياتكو. لما تبدأي يومك كده بحاجة لنفسك هتحسي اكيد ان انتي لا اليوم فرق خالص معاكي، بقى حاجة مختلفة كده، ان انا خلاص اخدت باور بقى وعملت بقى، انا حسي كده ان انتي خلاص عملتي بقى ايه مجهود، انتي بطلة يعني. تمام تمام اوكي. معانا اتصال تليفوني، جيهان. الو. أهلا ايوه حبيبتي، ألف مبروك. ميرسي يا قلبي، ربنا يخليكي. منك احنا نجاح يا قلبي يا رب. ميرسي، ربنا يخليكي يا حبيبتي، ربنا ربنا يخليكي. معاكي، ربنا ميرسي. معاكي يا حبيبتي، عندك أي سؤال يا ألف جيجي؟ مبروك يا حبيبتي. لا يا حبيبي، يا رب يبارك لك على الاثنين. ميرسي يا حبيبتي، ربنا يخليكي، شكرا يا جيجي. طبعا خلاص احنا بدأنا يومنا بالحيوية والنشاط وغيرنا من اللايف ستايل بتاعنا، بدأنا صح، غيرناه عملناه حاجة مختلفة، خلاص احنا بقينا كده على الطريق الصح. بقيت كده خلاص انا بدأت ان انا اعمل حاجة لنفسي. تمام. غير كده احنا لعبنا رياضة خلاص وتمام، ظبطنا نفسنا. احاول بقى ان انا افكر ان انا اعمل لنفسي طريقة أكل صحية مثلا. مش هقولك يعني كلنا عموما أي واحدة بتبص لنفسها في المراية، إيه ده هو أنا تخينة كده ليه، هو أنا لأ أنا حاسة أن أنا وشي مرهق، أنا حاسة أن أنا لأ خاسة شوية، أنا حاسة أن أنا يعني أنت عموما مش راضية عن نفسك. طب إيه اللي مخليكي مش راضية عن نفسك؟ ما احنا ممكن نشوف إيه السبب اللي مخليكي مش راضية عن نفسك كده. أنت تخينة تمام، شوفي نفسك إيه الحاجات الغلط في اكلك اللي انت بتعمليها وموصلوكي للشكل ده او موصلوكي للي انت فيه. هنراجع نفسنا كده، يا ترى انا باكل ايه طول النهار؟ انا مثلا واحده بشتغل طول النهار، عندي شغل وعندي ستريس بقى في الشغل وفي البيت ومع اولادي، كل دوت مخليني ان انا اجري اكل اي حاجه بسرعه من الشارع. ولادي بيحبوا الفاست فود، خلاص هناكل النهارده فاست فود عشان خاطر اخلي الولاد تفرح وانا كمان استريح. طب ما هو كده انت بتأذي نفسك، بتدخلي في جسمك دهون هو اصلا مش محتاجها، بتدخلي في جسمك سعرات حرارية هو اصلا مش محتاجها، بتعرضي نفسك لا قدر الله لا قدر الله امراض احنا في غنى عنها. يبقى احنا كده بنضر نفسنا بطريقة يعني احنا مفكرين ان الموضوع ده سهل والموضوع دوت عادي وخلاص والدنيا كويسة وزي الفل ومفيش حاجة، لا هي طبعا غلط جدا. من اخطر الحاجات اللي بتضرنا وبتخش جسمنا الاكل اللي من بره، الفاست فود، المشروبات الغازيه عموما، كل الحاجات دي بتخلينا نزيد في الوزن وبتعرضنا لان احنا يعني لامراض كتيره جدا احنا في غنى عنها. فارجوكوا بلاش الاكل اللي من بره البيت، حتى لازم نعود ولادنا على كده كمان. يعني الولاد طول ما انا شايفيني انا ماشيه على نظام صحي معين ممكن تشاركيهم،
يعني مثلا لو بنوتك او ابنك شافك بتاكلي مثلا هيلسي فود مثلا في البيت، خضار ومش عارف ايه، مامي طب ما احنا نجرب معاكي، ايه المشكله؟ جربي وابدأي بولادك وشوفي رد فعلهم هيبقى ايه. حاولي تبعديهم بقدر الامكان عن الاكل اللي من بره، عن الاكل اللي فيه غلط، عن الاكل اللي هيضرهم بعد كده. حاولي لو انت مثلا بتحبي ان انا اكل مخلل واكل حراق واكل مش عارف ايه، لا اقلل من الملح شويه في اكلي، احاول واحده واحده، مش بقول لك مره واحده واقفلي الدنيا، لا طبعا اكيد مش هينفع، مش هتقدري ان انت تمنعي نفسك عن الاكل ده خالص، لا واحده واحده، وهنمنع نفسنا واحده واحده. إيه لو احنا مثلا، طيب معانا اتصال تليفوني من عبير. الو، السلام عليكم، عليكم السلام، ازاي حضرتك يا استاذ سمر؟ الحمد لله بخير يا حبيبتي، مبروك على البرنامج يا حبيبتي. ميرسي، ربنا يخليكي يا قلبي، ميرسي. بقول لحضرتك انا عندي بقع في وشي، فعايزه حضرتك تقولي لي بس اعمل ايه بعد اذن حضرتك. ماشي يا حبيبتي، تحت امرك، شكرا يا عبير. عبير انا هجاوب على سؤالك الاول. بصي، اولا انا مش دكتورة، تمام، علشان اقول لك علاج للبقع السوداء دي. بس انا بقول لك انت ممكن، اولا طبعا انت لازم تروحي تكشفي عند اخصائي جلدية، بس انت شوفي لو انت يعني على حد المعلومات اللي عندي ان البقع ديت عن تجربه يعني بتيجي من الحادق وبتيجي من الحراق، تمام، فلو انت قللتي من الاكل ده شويه هو ده يعني 50% 60% ممكن يكون هو ده السبب. بس انت شوفي برضو، روحي لمتخصص جلديه وهو اكيد هيفيدك يعني اكتر مني. بس انا بقول لك يعني اللي انا اعرفه ان الحراق والحادق بيكتر جدا الحبوب والبقع السوداء والكلام ده كله، لا مش كويس خالص. ميرسي يا عبير على اتصالك. فاحنا قلنا ان احنا نحاول ان احنا نقلل من الملح شويه في الاكل، طبعا الكلام ده لعبير برضو. هنقلل الملح شويه في الاكل، هنقلل الحراق، هناكل اكل متوازن وصحي، نحاول نتجه للخضروات، هنعود ولادنا على كده برضو عشان يبقى ده لايف ستايل بتاعهم على طول، هيتعودوا صدقيني. في الاول ممكن لا يا مامي انا مش عاوز، لا مش حابب، لا كده، بس صدقيني لما الطفل بالذات بيتعود على الحاجه الكويسه بيمشي عليها. ويعني حاولي، بتحبي المسكر قوي؟ لا انا اقلل شويه من السكر بتاعي عشان خاطر هيضرني، هيزود في وزني، ممكن يعني يخليني مثلا ادخل في دوامه تانية انا مش حباها، ربنا يا رب يشفي مرضانا يا رب، بيعرضنا لامراض كتيره جدا. تمام، معانا اتصال تليفوني طيب من رشا. الو، ايوه حبيبتي، ايوه، عامله ايه يا قلبي؟ مبروك عليكي البرنامج يا حبيبتي. ميرسي، ربنا يخليكي حبيبتي، عايزه ميرسي، اسالك بقى سؤال. اتفضلي يا قلبي. طب انا دلوقتي لو بهتم وكده ومش حاسه ان الاهتمام ظاهر، يعني انا مش شايفه الاهتمام ده ان هو ظاهر باي حاجه، اعمل ايه؟ بتهتمي بايه بالظبط؟ طيب بهتم بالولاد بس مش لاقيه ان في، يعني هم مش حاسه ان هم بالاهتمام ده ان هم حاسينه بكده. يا رشا، طيب يا حبيبتي انا هرد عليكي دلوقتي، شكرا يا رشا. بصي يا حبيبتي، هو موضوع الاهتمام دوت فيه يعني مشتقات كتير. انا بتكلم دلوقتي ان انتي لازم، انتي بتقولي انا بهتم بالولاد، تمام، اهتمامك بالولاد دوت انتي مخليه مثلا نمبر وان، فانا بقولك دول طبعا ولادنا واكيد مش هنقسى عليهم او ان احنا هنخليهم اخر حاجه في حياتنا، لا بالعكس، بس انا بقولك اهتمي بنفسك الاول، ركزي مع نفسك انتي الاول عشان تقدري تنقلي لهم الاهتمام بتاعك ده. اهتمي انت بنفسك نمبر 1، وبعد كده انقلي لهم اللي انت عاوزه تنقله لهم. خليك انت رقم واحد، يعني قولي انا ناقصني ايه اعمله لنفسي، وبعد كده اشوف ولادي عاوزين ايه، بعد كده اشوف جوزي عاوز ايه، بيتي، حياتي، شغلي، كل ده بيجي في الاول، بس انت لازم ترضي نفسك الاول عشان ترضي عن اي حاجه انت بتعمليها، ولازم تحبي نفسك الاول علشان هم يحسوا بده، لازم تبقي مهتمه بنفسك عشان هم برضو يحسوا بده. طبعا الاهتمام جميل جدا، ولو احنا اتكلمنا عن الاهتمام في كل مشتقاته يعني احنا طبعا عايزين وقت كبير جدا. في اهتمام يعني دي فروع كتيرة جدا، طبعا مش عاوزة اتكلم عليه دلوقتي، بس خلينا دلوقتي باهتمام النفس، عشان اهتمام النفس ده هو اللي بيوصلنا لكل حاجة بعد كده. حاولي يا رشا تهتمي بنفسك الاول اولا، وبعد كده كل حاجة بتيجي بقى مع الوقت، فربنا يا رب يوفقك ان شاء الله يا حبيبتي. المهم احنا دلوقتي كنا بنتكلم عن موضوع الهيلسي فود،
لازم تبقى حياتنا كلها هيلثي صحية. نحاول ان احنا نشتغل على نفسنا في الموضوع ده، هندخل الرياضة مع الأكل مع النظام الصحي، هنلاقي نفسنا بقينا حاجة تانية خالص. مش هيبقى بقى عندنا حبوب، مش هيبقى عندنا الكلام دوت، ولا البقع بقى، ولا الهزلان، ولا الحاجات اللي بنشوفها في نفسنا ديت خالص. لأ، احنا تمام. طيب دلوقتي برضو انا جايبه لكم حاجة حلوة جدا عايزاكم تشوفوها. جايبه لكم فيديو جميل جدا عن ملكات الجمال، لفت نظري قوي الفيديو ده. الفيديو دوت بيعرفكم ان ملكات الجمال دول اهتموا بنفسهم من غير اي حاجه خالص من بره، يعني كله من بيتنا عموما. اهتموا بنفسهم بطريقه حلوه جدا، بطريقه يعتبر حاجات طبيعيه جدا، وهم ملكات جمال. يعني تابعوا بقى معايا الفيديو كده وشوفوا، يعني حاجه جميله جدا بصراحه. يعني يا رب بس الفيديو دوت يكون عجبكم. بس اهم حاجة احنا بقى دينا قلنا بقى عن ايه ملكات الجمال الجمال اللي احنا شفناهم دول، ويا رب بس يكون كلامي دوت بفايدة معاكم. اهم حاجة عرفنا بقى ان احنا اهم حاجة ان احنا نهتم بنفسنا. الفرق الوحيد بينك وبين اي ملكة جمال ان هم اهتموا بنفسهم فعلا، وحطوا لنفسهم نظام مشوا عليه، عملوا لنفسهم لايف ستايل، اهتموا بنفسهم جدا جدا، لقوا الاهتمام دوت فعلا جاي في مصلحتهم، خلوا لنفسهم حياة كده ودنيا من حاجات بسيطة جدا جدا جدا. يبقى احنا لازم اول حاجة نعملها ان احنا نهتم بنفسنا. حاولي تقلديهم، حاولي تبقي زيهم، حاولي تاخدي منهم الحلو بس مش الوحش. كوني ملكة جمال في بيتك، كوني ملكة جمال مع أصحابك، مع أهلك، مع جيرانك، كوني ملكة. مش هقول أكتر من كده. يا رب بتكون الحلقة عجبتكم إن شاء الله، واستنوني في حلقة تانية من برنامجكم انتي أجمل.